بونجور صبايا، كيفكن؟ اليوم حنعمل كوريكسيون للفيش الكتريسيتي اللي عطيتكم اياه، وريفيزيون لكل شيء تقريبا عملناه بالالكتريسيتي. حنبلش هلا. بتمنى انكم تكونوا نوعا ما راجعتوا كل بارتي الالكتريسيتي تقدروا تشتغلوا فيها. اوكي، طيب اول شغله حنعملها حنقرا السؤال كتير منيح، حنحط الايبوتاز على جنب ونشوف كيف بدنا نجاوب. Exercice 1. Choisir en le justifiant la bonne réponse. Choisir en le justifiant. أنا ديجا عطيتكم هذه الريمارك، بتمنى تحطوها على صفحة الريماركات بآخر الدفتر. لما بقلكم choisir la bonne réponse et justifier، بهالحالة فيكم تختاروا الجواب وتعملوا justification. تاخدوا نص علامة على الجواب ونص على justification. أما لما بيقول لي مثل ما قاري هون، مثل ما كاتب هون بهيدا السؤال، choisir en le justifiant la bonne réponse، يعني اذا حطيتوا الجواب بس بدون justification زيرو، واذا حطيتوا justification بدون الجواب زيرو. لازم يكونوا الاثنين موجودين، يعني بهالحاله يا بتاخذوا صفر يا بتاخذوا العلامه كامله، ما في نص نص هون. هيدي الريمارك اعطيناها قبل، بتمنى انكم ترجعوا تاخذوها بعين الاعتبار. هون حنقول يا بدنا نجاوب جواب كامل يا اما ما بناخد شيء، زيرو. La valeur efficace d'une tension sinusoidale est 20 radical de volt. La valeur maximale est alors. يعني انا بهالحاله اعطيتكم الاي افيكاس اللي هي 2 راديكال 2، 20 راديكال 2، وبدي منكم تطلعوا لي مين؟ بدي منكم تطلعوا لي الفالور ماكسيمال. بكل بساطه نحن بنعرف انه اي ماكس ايجال اي افيكاس فوا راديكال 2، او اي افيكاس ايجال اي ماكس يو راديكال 2. بنحط كل شيء بقيمته هون اكيد 20، بيطلع معكم 40 فولت. تكتبوا هيدي جستيفيكاسيون، ترجعوا تكتبوا الجواب. اذا كتبتوا وحده منهم خلاص راحت عليكم لو عاملين جستيفيكاسيون مظبوطه. طيب بارتي 2. اون لامب دو 80 وات، شكلي الوات. نحن بنعرف الوات هي عباره عن بويسانس. ا كونسومي اون انرجي دو 9600، هون زايدين صفر زياده، pendant un fonctionnement normal de 120 سكوند، هل قد سكوند ولا هل قد مينوت؟ اول شغله حنعملها هي بدنا نكتب القاعده. اول شيء بنكتب الايبوتيز دوني مثل ما نعطيني اياه. بنقول عندي البويسانس 80 وات وعندي الانرجي 9600. شو بدنا نعمل؟ شو الريلاسيون بين البويسانس والانرجي؟ نحن شو بدنا؟ بدنا الطن، صح؟ فاذا في ريلاسيون بين البويسانس والانرجي والطن. شو هي؟ انا بحط التريانجل على جنب، اي ايجال بي فوا تي. هيدي هي الريلاسيون اللي انا لازم احفظها. طب انا شو بدي؟ بدي تي، يعني تي ايجال او سور بي، يعني 9600 سور 80، يعني بتطلع معكم 120 سكوند. بارتي 3. ان بتيت موتور بورت لي انديكاسيون 3 فولت 200 ملي امبير. تذكروا لما بلشنا بهيدا الشابيتر قلنا انه هيدول لما بيكونوا انتر بارانتيز هن عباره عن انديكاسيون مكتوبين على الموتور، مكتوب عليه 3 فولت 200 ملي امبير. لا بويسانس شو كنا نقول عن هيدول؟ تنسيون نومينال 200 ملي امبير، هي انتنسيتي نومينال. اذا بتتذكروا هدول اسمه انديكاسيون، يعني هدول بيكونوا مكتوبين على الموتور. لا بويسانس كونسومي بار لاباري اون فونكسيون نورمال اي الور. مين شو معي انا؟ معي تنسيون، معي انتنسيتي، بدي طلع بويسانس. شو ريلاسيون بين بي و اي؟ بكل بساطه نحن بنعرف انه بي ايجال يو فوا اي. انا معي اي ومعي اي، بس بكفي اني اضربهم ببعض بيطلع معي 0.6 وات. اهم ريمارك لازم تنتبهوا لها انه انا معي اياها بالملي امبير، لازم احولها للامبير. هي ديفيزي بار ميل او فوا ديس بويسانس موان 3. هيدا هو السؤال، تري فاسيل، مفروض تكونوا عرفتوا حليتوه. اني عباره عن قاعدات بس ما اكثر. طيب دوزيام اكزرسيس. On a une figure du document 1. Ce compte représente l'oscillogramme d'une tension électrique. عندنا تنسيون الكتريك الترناتيف، مبينة عليكم انه هي تنسيون الترناتيف، صح ولا لا؟ مبينة، مانا تنسيون كونتينيو. طيب، دون جينيراتور دو باس فريكونس جي بي اف، لا فالور ماكسيمال عاطينكم الاي ماكس 15 فولت والبيريود تي ايجال 20 ملي سكوند.
Première question, déterminer la sensibilité verticale. طب انا هون بالعادي كنت اعطيكم السنسبيليتي فيرتيكال ولكم طلعوا لي التنسيون ماكسيمال، هالمره لا، اعطيتكم التنسيون ماكسيمال وانتم بتكون طلعوا سنسبيليتي فيرتيكال. شو الريلاسيون بين التنسيون ماكسيمال والاس في؟ اول شيء نحن بنعرف انه اي ماكس ايجال اس في فوا ايجريك. مين بدي انا؟ بدي اس في. فيكم بكل بساطه هون شو تعملوا؟ ترسموا التريانجل اذا بدكم. هيدا التريانجل شو بترسموا فيه؟ هيدي او، هون اي ماكس، هون عندكم اس في، وهون عندكم ايجريك. مين بدي انا؟ بدي اس في. اس في ايجال اي ماكس سور ايجريك. قد ايه معي الاي ماكس؟ معي اياها 15 فولت، والايجريك بيجي على الرسمه بعدهم. الايجريك هي النمبر دي ديفيزيون فيرتيكال، يعني انا بعد وين؟ بعد بالطول فيرتيكال، مو هيدا فيرتيكال هيدا اوريزونتال، اتفقنا؟ هيدا فيرتيكال، فيرتيكال بيكون هيك والاوريزونتال نايم. انا الايجريك شو اسمها؟ اسمها نومبر دي ديفيزيون فيرتيكال، يعني بعد كم مربع عندي بالطول؟ واحد اثنين ثلاثة. فاذا قديش معي الايجريك؟ تروا. قد ايه معي الاي ماكس؟ 15. فاذا عندي 5 فولت بار ديفيزيون. كثير انتبهوا للانيتيات، هون عندكم فولت وهون عندكم ديفيزيون. فشو صارت عندي السنسبيليتي فيرتيكال؟ فولت سور ديفيزيون، اتفقنا؟ طيب ديترميني لا سنسبيليتي اوريزونتال، ليكون هون شو عطتكم بالدوني؟ عطتكم تي ايجال 20 ملي سكوند، صح؟ بدي اس اش نفس الطريقه، تي ايجال اس اش فوا اكس، يعني اس اش ايجال تي سور اكس، يعني 20 ملي سكوند ديفيزي بار 10 ايجال 2 ملي سكوند بار ديفيزيون. فينا نحولها للسكوند، منها مشكلة، بس ما حيأثر علي كتير، ما حيأثر على الجواب. طيب بارتي 2، كالكولي لا فريكونس. انا بعرف انه اف ايجال ان سور تي ان سور، هون طلعوا فيني هون ريمارك تريز امبورتون حطوها عندكم. البيريود اللي طلعتها فوق فيني خليها بالملي سكوند وفيني خليها بالسكوند، منها مشكلة، فيني اعملها باثنين سوا، اوكي؟ اما لما بدي اجي اطلع فريكونس اجباري الفريكونس شو اللي لها؟ هي هرتز. ليطلع معي هرتز اجباري التي اللي هون تكون بشو؟ تكون بالسكوند، ممنوع تكون بالملي سكوند. فالجواب اللي طلع معي هون لازم، عفوا مش هون، هون 2، او بيطلع معكم وي بيطلع 2 ملي سكوند، هون مش 20، لحظه شوي، هيدي الاس اش طلعت معنا 2، التي معي اياها انا هون ليك بدوني 20 ملي سكوند. ف 1 سور 20 ممنوع يكون ملي سكوند، لازم احولها للسكوند. بكتب لكم اياها هون على جنب، من السكوند للملي سكوند، اكيد هدول لازم تكونوا بقى بتعرفون. هي من هون لهون فوا ميل بالقلب ديفيزي بار ميل، لما بدي احكي بالقلب بقسمها على ميل، اوكي؟ طيب فانا هون قسمت 20 ديفيزي بار ميل بيطلع معي 50 هرتز. البارتي 2، ان فولت متر يوتيليزي بور ميزوري لا فالور دو لا تنسيون دو جي بي اف. انا هالمره جبت فولت متر عم استعمله لحتى اقيس التنسيون. طيب الفولت متر كال مود دو فونكسيونمون اوتيليزي دون لو فولت متر؟ كال مود دو فونكسيونمون؟ اسي ولا بي ولا دي سي؟ اسي يعني الترناتيف، دي سي يعني دي يعني ديريكت، يعني تنسيون كونتينو. هيدي حطوها عندكم كمان بالريماركات، اسي يعني الترناتيف، اوكي؟ دي سي يعني كونتينو. طيب الفولت متر اللي انا هون عم استعمله عم قيس فيه تنسيون، طلعوا هون شو نوع التنسيون اللي عم قيسها؟ الترناتيف. فاذا هو يوتيليزي كوم اسي. لو كنت عم قيس هون تنسيون كونتينو بهالطريقه، لو كانت التنسيون بهالطريقه ثابته، بول الفولت متر اوتيليزي بور ميزوري اوتيليزي كوم دي سي ديريكت، يعني تنسيون كونتينو. اما هون طلعوا عندي سينوزويدال، فاذا ا سي، حطوها عندكم هيدي ريمارك. الفولت متر انديكتي لون فالور 15 فولت. اول شيء نحن انا وياكم تعالوا نتذكر الاوسيوسكوب شو بيقيس؟ الاوسيوسكوب بيقيس لي يو ماكس، اما الفولت متر بيقيس لي يو افيكاس. يو افيكاس ممنوع اقول انه انا مطلعتها قبل هلا للفالور دو لا تونسيون انه هي 15 فولت، لا، هيدي طلع لي اياها مين؟ الاوسيوسكوب.
اوسيوغرام ليكون شو كاتبت لكم بالاكزرسيس الاوسيوغرام عم بيقيس تنسيون الترناتيف طلع لي 15 فولت. طب اذا جيت حتى تنسيون الترناتيف ذاتها بدي اقيسها بالفولت متر شو بيقيس لي؟ بيقيس لي الفولت متر يو ماكس ولا بيقيس لي يو افيكاس؟ بيقيس لي يو افيكاس. فاذا انا نو فاذا اكيد لا الفولت متر لا ينتج بقى يفالر ب 15 فولت لانه هال 15 فولت يو ماكس بيقيس الاوسيوسكوب لو فولت متر مزيور يو افيكاس اللي هي يو ماكس ديفيزي باراديكال دو 2 يعني 15 ديفيزي باراديكال دو 2 ايجال 10 فولت. فاذا اليوم شو بدنا نلخص من هذا الاكزرسيس؟ شو فيكم تحطوا ريماركات جنبه؟ اول ريمارك انه انا لطلع الفريكونس اجباري تكون البريود عندي بالسكوند. ثاني ريمارك اسي ودي سي. اسي يعني هي الترناتيف، دي سي يعني هي كونتينيو. اذا كنت انا عم اقيس تنسيون الترناتيف انا بستعمل الفولت متر ك اسي، اذا عم اقيس تنسيون كونتينيو بستعمل الفولت متر ك دي سي. والترناتيف بيكون شكلها هيك والكونتينيو بيكون شكلها هيك ثابت ستريكت. وتجور شو الريمارك الثالثة؟ الاوسيوسكوب بيقيس لي يو ماكس والفولت متر بيقيس لي على طول يو افيكاس. هيدا هو الاكزرسيس 2. اكزرسيس 3 هيدا بدي مرق عليه بسرعة لأنه ديجا مرق معنا كمان. لو بوت دو سات اكزرسيس اد اتيدي لو فونكسيونمون دو لا لامب. هدف يشوف هاللامب هيدي كيف عم تشتغل؟ شو عطتني؟ شو الانسكريبسيون اللي انا لقيتها مكتوبة على اللمبة؟ 6 فولت. بس تشوفوا انتو رقم بوان فيرغول رقم تاني يعني هيدي انسكريبسيون هو هون مسمالكن اياها بس انتو المفروض تكونوا بتعرفوها. هيدي شكلية هيدي انسكريبسيون. شو يعني انسكريبسيون؟ هيدول اللي بيكون مكتوبين على اللمبة هيدول هني اسمهم انسكريبسيون. طب شو هيدا؟ دي سي اكيد اللمبة حتكون الترناتيف. اللمبة كل شوي بتعطيني تنسيون شكل؟ لا التنسيون بتاعت اللمبة هي ثابتة. فاذا هي عم تشتغل دي سي ولا اسي؟ عم تشتغل دي سي لانه هي ثابتة تنسيون مش عم تتغير الترناتيف ما. وشو هو هيدا الشعار؟ كمان برجع بذكركم هيدا السيمبول تاع الدي سي، هيدا السيمبول تاع الاسي وهيدا السيمبول تاع الدي سي مثل ما هو مكتوب هون. اوكي هيدول كوم رابيل اون برانش لا لامب. علقت باللامب اون برانش لا لامب اون سيري علقتها مع كوندكتور اوميك طلع الكوندكتور اوميك دو ريزيستانس 18 اوم او بون دو جينيراتور هيدا الجينيراتور 12 فولت. يعني انا شو عندي هون؟ عندي 12 وريزيستانس عندي اياها 18 اوم والامبير متر هيدا شو عطاني رقم؟ عطاني 0.4 امبير والتنسيون تاعت الجينيراتور هي 12 فولت. طيب لا تنسيون دو فونكسيونمون دو ال اتيل كونتينيو او الترناتيف؟ هلا التنسيون اللي بقى موجوده باللمبه هي كونتينيو ولا الترناتيف؟ طلعوا بالسيمبول بار ايبوتيز هيدا هو السيمبول يعني هو كونتينيو ولا الترناتيف؟ شو حيكون؟ اكيد كونتينيو. ليش؟ لانه طلعوا هن عاطيني اياه بار ايبوتيز انه هي عم تنقاس بدي سي وهيدا هو السيمبول اللي موجود عليها فاذا هي اكيد تنسيون كونتينيو. ديتيرميني لا تنسيون او بورن دو لا لامب بدي طلع التنسيون باللمبه. طب اول شغله نرجع نتذكر شو اول طريقه لنطلع فيها التنسيون؟ تعالوا نتذكر مع بعض. هيدي اول طريقه الوا داتي دي في تي اذا تذكرتوا الوا داتي دي في تي. تاني طريقه الوا دوم. تالت طريقه لو بويسانس. بويسانس تتذكرتوهم؟ طيب شو معي هون؟ معي شي بويسانس؟ اوكي معي بويسانس هيدي مكتوبة علي على اللامب. معي شي هون؟ معي فيني استعمل اول شي الوادة تي في تي؟ تعالوا نجرب خلينا نجرب انا وياكم كيف بدنا نفكر. اول شي فينا نستعمل الوادوم للمبة؟ لا لانه اللمبة ما قال لي انه بقلبها ريزيستانس. لو قال لي بقلبها ريزيستانس كنت قلت اي لللامب ايجال ار لللامب فوا اي بس ما بقلبها ريزيستانس فاذا انا ما فيني استعمل الوادوم. فاذا شو حشطب الوادوم؟ قيموا الوادوم لو بويسانس بي ايجال او فوا اي. طب انا معي البويسانس 1.2 وات صح؟ طيب ومعي الانتنسيتي هي 0.4 كلياتهم اون سيري يعني صار فيني طلع الاو. ولكن انتبهوا معي ركزوا صبايا ليش ما فيكم تستعملوا طريقة بويسانس؟ لانه اللي مكتوب هون هيدي موجودة على اللمبة وهيدي 6 فولت هي مكتوبة على اللمبة. انا شو بدي اعمل؟ بدي طلع التنسيون اللي بقلب السيركوي. يعني اللمبه مكتوب عليها 6 فولت. شو يعني مكتوب عليها 6 فولت؟ يعني انا بشوف اللمبه قد ايه بتتحمل كهرباء 6 فولت. هيك مكتوب طلع وحكتب لكم اياها هون 6 فولت. طب انا جبت هاللمبه وحطيتها بسيركوي هل طلعت التنسيون هون 6 فولت او زاد ولا ويت؟ قد ايه طلعت لما حطيتها بسيركوي؟ هيدا اللي بدي اعرفه.
في صبايا شو حاط اللي بالبارتي 2؟ دغري كاتب لي بالبارتي 2 6 فولت. هيدا جوابهم غلط. هيدي تنسيون نومينال. هو ما عم يطلب مني تنسيون نومينال. تنسيون نومينال بتكون مكتوبه على اللمبه، هو عاطيني اياها. عم يكتب مني التنسيون العاديه اللي موجوده بقلب السيركوي. يعني بعد ما حطيت اللمبه بالسيركوي شو التنسيون اللي وصلت لها؟ يمكن تطلع 6، يمكن ما تطلع 6، ما بنعرف كيف بيكون الوضع. فاذا انا بدي اطلع هون، مانو طالب مني تنسيون نومينال؟ لا. لو قال لي كالي لا تنسيون نومينال دغري بكتب له 6 فولت، بنقلها من الهيبوتاز. بس عم يقول لي كالكولي لا تنسيون او بورن دو ال، يعني بعد ما حطيت القلب بالسيركوي قد ايه صارت التنسيون تبعتها؟ يعني انا بدي اطلع تنسيون. شو هون هون يعني هي ما فيني استعملها، هي باردوني. شو فضل عندي استعمل؟ وهذا تي تي في تي. يو بي ان ايجال يو بي، فينا نسميها مثل ما انا مسميتهم، يو بي بي بلس يو بي سي بلس يو سي اف بلس يو اف ان. حطيت لكم اياهم. شو هي اليو بي بي؟ طلعوا يو بي بي هي هيدا هو فيلد دو كونكسيون، يعني هي زيرو. يو بي سي هي كوندكتور اوميك، صح؟ هيدي يو بي سي تاعت الكوندكتور اوميك. ليكي ما معي اياها، انا فيني اطلعها بسهوله، يعني فيني اطلع منها سهم لليو بي سي. شو قول؟ يو بي سي ايجال ار فوا اي، لانه هيدا كوندكتور اوميك. قد ايه معي الار؟ ليكي انا كاتبتها هون ديزويت، قد ايه الاي 0.4، فطلعت اليو بي سي. يو سي اف هي عباره عن تاعت اللمبه اللي انا بدي اياها، هيدي اللي انا بدي اياها، صح؟ يو اف ان 0 فيلد كونكسيون. طيب فاذا معي يو بي ان قد ايه؟ 12، ومعي اليو بي سي 7.2، ويو سي اف انا بدي اياها. بخلي يو سي اف بمحلها وباخذ اليو بي سي لهون لقبل الايجار. شو بتصير؟ بتصير موان فدوز، عفوا هيدي موان 7.2، مش هيدي مش 0، هيدي فيرجل ايجال 4.8 فولت. شوفوا لي هيدي تنسيون لمين؟ تنسيون للمبه. هل طلعت بتساوي 6؟ لا. فاذا بقلب السيركوي تنسيون لللامب ما طلعت اللي مرقت باللامب منها 6. فاذا برايكم هي لامب بحاجه ل 6. طب لما حطيتها بالسيركوي هل اخذت حاجتها الستة؟ لا، اخذت بس 4.8. شفتوا شو صار؟ يعني هي مش تنسيون نومينال، هيدي هي التنسيون نومينال اللي هون. هيدي التنسيون بعد ما انحطت بالسيركوي ما طلعت 6، فاللامب اللي بحاجه ل 6 ما اخذت 6. فاذا هل بتضوي بشكل طبيعي؟ اكيد لا. هي شو يعني تنسيون نومينال؟ لتضوي بشكل طبيعي لازم تكون 6 فولت. انا طلعت معي 4.8، هل ضوت بشكل طبيعي؟ نو، ما ضوت بشكل طبيعي لانه ما اخذت حاجتها. هون سالتكم السؤال، هون انا سبقت شوي، اسكو لا لامب بري نورمالمون؟ نو، كار لا تونسيون نومينال 6 اكبر من 4.8، فاذا لا لامب بري فابلومون. هيدا بارتي 3. اوكي، فاذا بري فابلومون ليش؟ لانه 6 فولت هي بدها 6، اخذت اقل ما بدها، فبتضوي بشكل خفيف، يعني بتضوي هيك شوي نايس. إذا أخذت أكثر بتفقع، إذا أخذت سيس هي بدها سيس وأخذت سيس بتضوي بشكل نورمال. لو طلع معنا هون الجواب، لو طلع معنا هون الجواب سيس، هون كانت لا لامب بري نورمالمون. لو طلعت التنسيون نومينال قد التنسيون دون لو سيركوي، لا لامب بري نورمالمون. طالما ما طلعت فإذا لا لامب بري فابلومون، إذا طلعت أكبر لا لامب بري فورتومون. بور فونكسيوني ال نورمالمون كو فوتيل أوغمونتي؟ لا، عندي انا ار لازم كبر الريزيستانس اللي هون ولا صغره لحتى ال تضوي بشكل طبيعي؟ طب تعالوا نفهم السؤال، عم بيقولوا لي تعالوا نلعب بار. اذا لعبنا بار هل اللمبه ممكن تضوي نورمال؟ ما شو لازم نعمل بار؟ شو شغلت الار؟ اتفقنا الريزيستانس هو مقاوم بيمنع الكهرباء انها توصل. طب اذا كبرت هالمقاوم قويته ما بيمنع الكهرباء اكثر انها توصل؟ بلا. طب اذا ضعفته ما بتصير الكهرباء بتمرق اقوى؟ بلا. فاذا شو لازم اعمل انا هلا؟ بدي اعرف حالي شو سؤالي، بدي العب بار لشوف الاو تاعت اللامب كيف تتغير، تكبر بتصغر بتتركلج. فاذا شو الريلاسيون بين او ار؟ طلعوا لي هون. انا بعرف، سوري هون، انا بعرف انه انا حافظه انه او ايجال ار فوا اي. طب هل اذا انا بدي كبر ار شو بتساوي ار؟ او سور اي. طب الاو منها من فوق؟ بلا. والار منها من فوق؟ بلا. فاذا هن شو بون؟ بروبورسيونال على بعض. يعني انا اذا كبرت ار بكون عم كبر او، واذا صغرت ار بكون عم صغر او، صح؟ فاذا الار هي تاعت مين؟ ركزوا معي كتير منيح، الار هون هي تاعت الريزيستانس الكوندكتور اوميك. هيدا الكوندكتور اوميك بيسي،
هرسم الكونيه لوحده. هيدا ب سي ادي ريزيستانس تاعته 18 وات، ادي التونسيون تاعته من هون لهون، ادي طلعت معنا فوق 7.2 فولت. هالاي بي سي الكوندكتور اوميك، يعني هني عم بيقولوا لي العبي بالكوندكتور اوميك لنظبط وضع اللمبه. بتطلع انا شو عنده الكوندكتور اوميك؟ عنده اي بي سي ايجال 7.2. شو عنده ار؟ 18 اوم. طب انا اذا طلع معي هون بالريلاسيون الماتماتيك انه اذا كبرت ار تكبر الاو. طب اذا انا كبرت الار مثلا عملت 20، ايه ما حتكبر الاو، حتصير اكبر من 7.2 مثلا، حتصير 10 مثلا. طب اذا اخذت 10 اللمبه هل بيوصل لها 4.8؟ لا بيوصل لها اقل، لانه الكوندكتور اوميك اخذ اكثر من اللازم. لما اخذ 7.2 ما وصل لها 6. اذا اخذ 10 حيوصل لها 6؟ اكيد لا، حيوصل لها اقل من 4.8. فاذا شو لازم اعمل انا؟ هيدي ريلاسيون غلط، لازم صغر التونسيون. التونسيون بتاعت الاي ار شو لازم اعمل فيها؟ صغرها، يعني كاني عم اقول صغر ار، نفس الشيء هني بروبورسيونال على بعض، اذا صغرتها بقوم بدي صغرها. لما صغر التونسيون بتاعت اي ار مثلا اعملها 5 فولت، اذا عملتها مثلا 5 فولت ساعتها بيوصل لللمبه اكثر من 4.8، ممكن يوصل لها ساعتها 6 مثلا. فاذا شو هدفي؟ هدفي انا بدي ظبط وضع اللمب، بدي خلي يوصل لها تونسيون لللمب اكثر. اذا شلت حدا من حده او خففت ضعفت اللي حده، ضعفت التونسيون اللي حده، بيصير يوصل لها اكثر تونسيون. فشو بدي اعمل؟ انا بدي ضعف التونسيون تاعت الكوندكتور اوميك. ضعف التونسيون تاعت الكوندكتور اوميك يعني ضعف الريزيستانس، ضعف ار. ليه؟ لانه مثل ما قلنا هون ار او او سون بروبورسيونيل، اذا صغرت وحده الثانيه بطبيعه الحال حتصغر. فاذا بصغر ار مثلا باخذها 10 باخذها 12 باخذها 8 مثلا، صغرت ار فصغرت التونسيون او بي سي حتكون تحت 7.2، فساعتها اللمبه بتاخذ اكثر من 4.8. اللمبه بتاخذ اكثر من 4.8، ممكن توصل ساعتها ل 6. شفتوا شو عملت هون؟ لعبت بجنب. يعني انتم مثلا انا بدي 3 تفاحات لحتى اشبع مثلا، شوف من الشخص اللي قاعد حدي اخذ 5 تفاحات، هل انا حيوصل لي 3 تفاحات؟ ما رح يوصل لي شيء. طب الشخص اللي حدي اخذ تفاح، اخذ 3 تفاحات، انا حيوصل لي 2، ما شبعت، انا هسه بدي تفاحه لاشبع. شو بعمل؟ الشخص اللي حدي اذا اخذ تفاحه واحده انا بيوصل لي مثلا 4، او بيوصل لي اخذ تفاحه ونص بيوصل لي 3.5، مهم وصل لي اكثر من 3، بهالحاله انا بشبع. فانا بدي ضعف الشخص اللي حدي قد ايه بياخذ تونسيون لحتى يوصل لي انا تونسيون اكثر. وهذا اللي صار هون، ضعفت التونسيون تاعت الريزيستانس من خلال اني ضعفت الار، وبالتالي وصلت لللمبه تونسيون اكثر ما وصلت لقبل، اكثر من 4.8، وبالتالي اكيد اللمبه فيها تضوي نورمالمون اذا ضعفت التونسيون تاعت الكوندكتور اوميك. هذه هي الفكره هون، عدوها كذا مره بتفهموها، منها صعبه ابدا. فضل عنا الاكزرسيس 4. جبت انا هون دفايه عندها الانسكريبسيون مكتوب عليها هيك. لاحظوا هون الانسكريبسيون شو؟ الترناتيف. هونيك شو كانت؟ كانت كونتينيو، صح؟ طيب فاذا هون الدفاية بتشتغل الترناتيفمون، هونيك كونتينيو، هوني الترناتيف، هونيك دي سي. طلعوا هون كيف كانت باللمبة؟ كانت دي سي كونتينيو. هلا الدفاية شو وضعها؟ اسي الترناتيف، هذا شعار الترناتيف واسي. طيب شو رايكم بعد ما انا شرحت لكم النيميرو 3؟ جربوا حلول النيميرو 4 لوحدكم، المفروض تستعينوا بالنيميرويات اللي قبله، بعتقد قادرين تحلوا صح لانه كتير منكم مخبصين فيه. حاترك لكم يا ديفوار لنهار تنين، فكروا فيه.